السلام عليكم. رين توجه واحد النداء في مدينة وجدة. أنا الأم ديال المختفي طباخي عبد الوهاب، يعني كنقول لكم الله يجازيكم بخير. اللي شافوا يعني يتصل بينا، يتصل بشوف تي في ولا يتصل بيا بالنمرة ديالي، يعني هو موال في يمشي ويجي. يعني هاد الخطر هادي يعني اختفى هادي 4 شهور و10 أيام، هادي 4 شهور وأونس اللي اختفى هاد الولد هذا. يعني الله يجازيكم بخير، الله يرحم الوالدين. اللي شافوا يتصل بشوف تي في ولا بنمرتي، يعني ما كيدير سيمانه 10 ايام كاع، الا كثر 10 ايام وكيولي يرجع. يعني هاد الخطره ما بانش كاع، ما عرفناه واش حي ولا ميات، ما عرفناش كاع. وايا كان مريض، هو كان مريض في عقله، كيشرب الدواء، الدواء ديالو ديال لازاري. يعني كيشرب داكشي، واخا يشرب داك الدواء يعني كيبقى نورمال، يدور ويخرج ويحوس وكيولي. يعني هاد الخطره هادي يعني ما بانش عليك كاع الاثار نهائيا. كيقول لك زعما الا شفناه ولا غادي، يعني درنا النوامر ديالنا وبلاصه الكيران، بلاصه هكا اللي كيعرفوه الناس، كيعرفوه الدراري، ولا يعني كيقول لك زعما الا شفناه ولا غادي نتصلوا بكم. وحنا نستناو رحمه الله، وانتم ان شاء الله غادي يكون ان شاء الله اللي شافوه ولا يتصل بينا. والولد ديالي راك عارف، راه عالم به اللي خلقو ربي، زعما راه عارف واش كاين في قلب. يعني كاع الامهات ولا الاباء ولا هذا غادي يحسوا معايا، يعني على حساب الولد ديالهم. الولد ديالك منين يمشي منك لواحد الولد هذا ما تعرف منه واش راه واكل شارب ولا هادي، ولا يعني غتحس واخا تضحك وهذا، ولكن القلب راه يتالم من الداخل، ولكن القلب راه يتالم من الداخل، راه ربي راه حاس. لا عمرو ماشي من دوك النوع اللي مختلط زعما الدراري ولا يمشي هاك ولا هاك، واحد وحد راسه الصراحه. يعني ماشي من دوك النوع اللي كيمشي هذا مع الدراري، يمشي مع هذا ولا هذا، لا هو كيحوس وكيدور ويجي، يعني بحال نقولوا غير متجول، قلو كيمشي ويدور ويجي. هذا ما كان لا لا، يعني الغيبه ديالو عندك سيمانه كاع، الا كثر 10 ايام. هاي وهذا هو الولد ديالي اللي راكم تشوفوا فيه. هذا عاد كان عاد شويه في الصحه ديالو، دوك ملي راه اختفى داك الشيء ما عرفوش كاع كي راه داير في وجهه، ما عرفتو راه ضعاف ولا راه ما عرف كي داير. راكم عارفين حال الزنقه، ما غاديش نقول لكم، راكم عارفين وحاسين. كعرف ما دوك ما راهش في دارهم، وراه واكل شارب وناعس، دوك غير في الزنقه مرمي، غير دوك راه حي ما عليش، ولا ما عرفنا واش ميت ولا حي، ما عرفتوش كاع. ربي الا راه عالي وعالم. لا انا ما درت حتى حاجه، سولنا وسقسينا، عطيت لهم تصاور، عطيت لهم نمرتي، يعني كنستنى غير يجي ما يتصل بيا شي واحد تاعك، ما كاين والو. يعني ما يعني مازال ما شافوهش ولا عنده 29 عام، عنده 29. يعني أنا كنوجه لهم هاد النداء الله يجازيهم بخير، زعما إلا شافوه ولا زعما يتصلوا بيا ولا يتصلوا بشوف تي في، هادشي اللي كنقول لهم الله يجازيهم بخير. والمدينة وجدة، يعني كنسكن في وجدة، المقر ديالي في سيدي مدرسة ليستا من جهة طريق لازاري. ها؟ دبرنا سقسينا لازاري اللي كيمشي تما كيقعد تما شهر كيشدوه شهر، قالوا لنا ما كاع ما جاش عندنا هاد الولد هذا. يعني دبرنا ودبرنا، ما يعني حتى شي حاجه ما توصلناش بها. واه ما واش غادي نقول لك، لا اله الا الله. يعني الا راه تشوف فيا شي ام حتى هي بنتها راه مدرا ولا ولد غيتحس بيا، تعرف الحاله اللي راني فيها، ولد اخر والبنت. هذا الشيء هو اللي هو كبير، البنت كبيره وهو جا عليه هو. اللي كيبغيه بزاف كازا، كيبغي الدار البيضاء، كيقول لك مشي للدار البيضاء، كيدور يحوس ويجي. يعني حتى صحابي الكران كيتعاملوا معاه الصراحه، كيديوه واخا ما عندوش الفلوس ولا عنده، كيديوه باطلي يمشي ويجي، يقول لك راني حوست راني درت، يعني بحال اللي متجول وصافي، راه ما عارفينه مريض. ما هذاك الشيء يعني ما كيمشي كاع الدول، ما نقدرش نقول لك هذه ولا، يعني كازا كتعجبو بزاف. كنقول لهم النداء للدار البيضاء، زعما اللي شافوا هذا الولد هذا الله يجازيكم بخير، يتصلوا بالدوزام. ها هو الولد هذا راكم تشوفوا فيه، يعني الطباخي عبد الوهاب عنده 29 عام، وإلا شتوه لوجه الله، لوجه الله. واه عنده شويه العين شويه صغيره، واه يعني عنده واحد العين ديالو هكا شي صغيره. دوك راه غادي هاد الصوره هذه اللي وريت لكم، يعني هذا راه عاد غلي شويه، اما دوك راه ضعاف في وجهه، ضعاف وراه رقاق.
ودوك عاود علم الله دوك منين اختفى هذه 4 شهور ونص يكون كاع زاد كيما راكو عارفين، يعني ما راه ياكل ما راه يشرب، راه غير هامل موظف في الزنقه وصافي. علاش احنا وجهنا هذا النداء هذا مع شوف تي في؟ الله يجزيكم بخير ان شاء الله، واللي شافوا ولا يتصل بينا ولا يتصل بشوف تي في، يبارطاجيو هاد يبارطاجيو هاد النمره ديالي، يعني شي يعطيها لشي باش حتى نشوفوا ان شاء الله الا كان شي حاجه تتصلوا بينا. اخر الكلمه اللي نقول لهم كنقول لهم الله يجازيكم بخير، الا شفتوا شي وجه الله وهاد الاجر هذا بغيتوا تديروا هاد الاجر هذا في هاد اليتيم هذا، الله يجازيكم بخير، الله يرحم الوالدين، اتصلوا بينا، الله يجازيكم بخير.